استضافي دليل يا نيفي قوي بإصاجي مفنوتي شموف أبخرو أشنا في فولي جنب كهيتي إيرف هو نوصا جيافو شافرك سنتي كوميني الليلويا مارو أتشاس خنت إكليسي أنت بفلا أوس هو مارو اسمو إيرو في إتكاس درا أنت نيبرز فيت إيروس جاف كوين ومتيو تيم فريت الانيسو إذن أفن جنية سلطون وإذن أونوف أفر كن جيب شوي سوو إن قوم إسيس جن ثبيف أوي بشايني قطع التقسيس ملشيس مبنيوت سوى بن بطريرشيس بابا فتا ودرس بما اسنا نم بنيوت متروبوليتيس افا بن خو اوميوس نم بنيوت نبسكوبوس نيتكيني شوي سفر بتنوم كوسومين طاقيو فانجيليو افز ماروت انجي فاسين خنفرام شرسينكم كيريا فلوكسون توكاتا ماتسيون اجيو افانجيليو تانا نسمع من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا امين السماوات تذيع مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه في كل الارض خرج منطقهم والى اقطار المسكونه بلغت اقواله فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوتان مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون الليل يا أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكائن إلى الأبد على طقس ملك صادق الليل يا الرب عن يمينك يا باب
سليمان الطاهر البابا البطريرك الأنبات ودروس الثاني وشركائك في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنباب خميوس وأبائنا الأساقف المجتمعين معنا الرب يحفظ حياتكم باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم ودعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسه حتى يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل سقم واما اسماء الاثنى عشر رسولا فهي هذه الاول سمعان الذي يقال له بطرس واندراوس اخوه يعقوب ابن زبدي ويوحنا اخوه فيلبس وبرسلماوس توما ومتى العشار يعقوب ابن حلفة وتداوس سمعان القناوي ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلمه هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا تذهبوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات اشفوا المرضى أقيموا الموتى طهروا البرص أخرجوا الشياطين مجانا أخذتم مجانا أعطوا لا تقتنوا لكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم ولا مزودا لكم في الطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا لأن الفاعل مستحق طعامه وأية مدينة أو قرية تدخلونها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا وحين تدخلون البيت سلموا عليه فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة أو القرية وانفضوا غبار أرجلكم الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمور يوم الدين راحة أكثر مما لتلك المدينة